بنرحب بحضراتكم مره تانية. طبعا احنا معانا ساعه هنفصص ماتش الاهلي ومودرن فيوتشر، بس هو جيب رجله وما ينفعش نبتدي تفصيص ماتش الاهلي ومودرن فيوتشر قبل ما اكلمه على احمد ياسر ريان. يا كابتن رضا منور الدنيا حبيبي، وشياكه واناقه وفي شغل جامد. الله يخليك حبيبي يا هيم. احمد ياسر ريان، تعالى افكرك انت قلت عليه ايه. يلا بينا. فكرنا ابو حميد والنبي على حاجه، لان ده لعيب انت مرنته في الجونه. احمد ياسر ريان يستحق فرصه في الاهلي؟ طبعا. يقدر يستحمل الضغوط بتاعت الاهلي؟ ما هي الضغوط الاهلي، انا دايما مشكله ريان بالنسبه لي ان هو ابن ياسر ريان. سيبك من انه ابن ياسر ريان، ما هي دي مهمه. لا مهمه، لا هي ضغوط. لا سيبك بس من ياسر ريان، انا بتكلم فني. احمد ياسر ريان فنيا يستحق فرصه؟ طبعا. شخصيه يقدر يستحمل الضغوط بتاعت الاهلي؟ طبعا، لانه متربي في الاهلي، ما عندوش مشكله في الضغوط. ما فيش مشكله في ده، ولكن لما بيضيع فرصه بتبقى الخناقه عليه اكبر بشويه، عشان خاطر ان هو ابن ياسر ريان. نقلع له الجاكيت وقول لي بقى، قول لي يستحق فرصه في الاهلي؟ يستحق ازاي يا عم؟ بس طبعًا ازاي؟ طبعا مش بص. والله احمد بص. حبيبي وكابتن ياسر حبيبي وعلى راسي راس من فوق، تمام، بس فهمني يعني، اقنع اي حد من جمهور الاهلي من اصغره لاكبره بيتفرج علينا دلوقتي بعد الكره اللي شافها النهارده دي، ده هو اصلا معمود استعيني وخلاص جاب له السولي. طب هي ما حصلتش قبل كده في دوريات اكبر؟ ما شفتهاش انا، ما شفتهاش في حياتي دي. طب الحلقه جايه هجيب لك اخوها. ماشي، هات لي اخوها. ماشي، في دوري، في بس دوري، انا من ساعه لما وعيت على الكوره في مصر في ما شفتهاش. لا انا هوريك في دوري رقم واحد، دوري ماشي. الانجليزي حلو كده، ماشي، بس مش ده المهم بالنسبه لي. المهم بالنسبه لي دايما ان الفرص اللي بتبقى بتضيع او الحاجه اللي بتحصل ما اقدرش ابني عليها ان هو كويس او وحش. احنا بنقيم. ايوه رضا، بس رضا دي مش لا دي هي دي ما انا هقول لك يعني الفرصه دي ضاعت ليه. ليه اقول لك ليه؟ دايما عندنا في التمرين او التدريب بنقول للعيبه ايه اللي بتضمنها قوي هي اللي بتضيع. واسال اي مدير فني في الجزء ده، اللي بتبقى ضامنها قوي. هو بقول لك حاجه، هو ما عنده خلاص يا جون، ولكن جول ايه؟ انا عايز اقول لك حاجه، هو لعب ما لعبهاش ببطن رجله، لعبها بكعب رجله، وده غلط. ليه؟ لان هو خلاص، انا خلاص يا جون. هو الموضوع بص، كعب رجله، هو ما لعبش ببطن رجله كمان. يعني انت فاهم الموضوع، هو خلاص هدف بصراحه. ده لو اتلعبت لو اتلعبت باي حاجه يعني، لو اقول لك ايه، بس بص بس بص رجله، بص رجله، بص دي بيته يا راجل، لو بودانه هتخش كعب رجله. يعني الفرصه هنا خلاص مضمونه مليون في الميه، هي عشان مضمونه ضاعت. بتحصل كتير قوي، اللي هي بتبقى دايما الحاجات اللي بالعرض، تحط بطن رجلك فيها تطلع فين؟ ازاي يا جدع؟ بص بس يقول لك ازاي يا جدع؟ طبعا صعبه جدا جدا، ولكن انا مش عايز اضغط عليه زياده برضو. يعني احنا لعيب مهم ولعيب مؤثر وفرص بتضيع. والله مش منطقي. منطقي يعني انا مش، والله مش فكره ضغط خالص، بس هي فعلا الكوره غريبه جدا. هي غريبه يعني، لان انا هقول لك هو عنده عيب. ايه؟ ريان عنده عيب، يعني ما كنتش حابب اقوله على الهوا، بس هقوله يعني عشان يعني يشتغل معايا كتير. ريان ما بيحبش يقعد احتياطي. فلما بينزل ما بيبقاش زي ما بيبدا بقى، خلينا اقولها كده. خلينا اقولها كده، لما بيبدا غير لما بينزل. فريان افضل ان هو يبدا، لما بيقعد شويه بيبقى متضايق، وخصوصا هو الفتره اللي فاتت. ارجع بقى بالماتشات ورا شويه، كان بيلعب اساس الفتره الاخيره وعمال بيجيب اجوال والدنيا ماشيه معاه كويس. ايوه، فقعد، فممكن يبقى متضايق فنازل برده مقريف. يعني ده العيب اللي هو انا بشوفه دايما فيه. الحاجه الثانيه، هو عنده حته ان ايه، المضمونه دي بتضيع يعني. لان هو بيبقى ضامنها زياده. ومش هو بس، معظم اللعيبه في مصر يعني عندها الازمه دي. بس الكوره دي فيها كميه يعني مشاكل كتيره، حارس المرمى على طبعا يعني فيها كوكتيل مشاكل. لا هو ولكن هو خلي بالك، هو فيها كوكتيل اخطاء، بس طبعا ضياع الكوره خلينا كلنا خلت الناس كلها ما تبصش على الباقي. وربنا، انا حتى بقول لك، كنت لسه بقى، هو ربنا يكون في عونه، هو فعلا حظه سيء جدا في الكوره دي. في الكوره دي صراحه يعني، لان هي محتاجه منه ثبات انفعالي بقى الفتره الجايه، يفوق نفسه ويرجع نفسه، ان هو زي ما انت بتقول هو بالتاكيد واحد من المهاجمين الواعدين في الكره المصريه جداً. ده ما فيهاش كلام جداً بس جداً. عشان تطلع نفسك بقى من القصه دي، لا طبعا محتاجه. طيب ما احنا لو ربطناها كره زي دي كره مصطفى شوبير، ايوه نفس القوه بتاعت الغلطه برضه. ولكن ده كوره، او هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الكوره، ان انا هغلط حاجات سهله جدا وانا مميز جدا مالهاش علاقه. يعني ممكن يبقى احسن لعيب في العالم بيعمل غلطه غريبه يعني بيحصل ده موجود في الكوره، ده العرف في الكوره. ولكن مش عايزين نقصه زياده على ريان او على شوبير، عشان دي لعيبه كويسه وعندها امكانيات كويسه، عايزين دايما نستغلها ونستغلها في الافضل في القادم. يعني عايز اخدك بقى لامام عاشور، تعال نشوف كلام امام عاشور قاله، وعايز اعرف تعليقك عليه. يلا بينا. والله الحمد لله، انا زي ما قلت لك احنا الحمد لله بنجتهد، والتوفيق ده من عند ربنا الحمد لله. وعندي بس رساله للشماتين،
الشمتين عايزهم يهدوا شويه يعني. في ناس كده انا كده كده مش متابع والله يعني، انا مش متابع، انا مركز في شغلي. ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على الناس يعني، كنت رديت على في واحد شخص كده اكيد انتوا عارفينه، هجاص، هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا واخد تالت كاس عالم. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي. اتاقلمت ودخلت الاجواء مع النادي الاهلي، ورسالتك لجماهير النادي الاهلي النهارده؟ لا الجمهور طبعا سند لينا ودعم لينا الحمد لله، وببارك لهم كلهم، وان شاء الله لسه في بطولات جايه ان شاء الله باذن الله. رايك ايه؟ لا ما عجبنيش. ما عجبكش؟ طبعا. ليه؟ بص انا دايما مع ان اللعيب الكويس اللي انا شايفه انا كرضا ببقى شايفه هيوصل لحته غير الناس، فمش عايز ياخد حتت بعيده شويه عن هدفه. بمعنى امام عاشور لو ركز بس في الكوره زي ما بيقول، طب انت بتقول انا مركز وعندنا نظام وسيستم، خلاص اقفل هنا ما تكملش الجمله اللي باقي، يعني اقف عند النص ده وكمل الايجابيه. ده وجهه نظري في التصريحات. دايما ترك، انا دايما بشوف العقل ده زي كارت الموبايل بتاعك او الموبايل بتاعك، انت بتحط على موبايلك ايه؟ مساحه هستفيد منها ولا مساحه فاضيه؟ بس معلش اقف بس معاك هنا، اقف برضه واحد واحد. معلش النقطه الاولانيه متفق معاك فيها جدا، النص الاولاني احنا مش مختلفين عليه. تمام. انت بتتكلم على النص التاني اللي هو بتاع ايه؟ الكلمه الهجاصين صح؟ حلو؟ انت متحفظ على الكلمه. لا متحفظ مع امام. تفرق يعني، ممكن الكلام يا ابراهيم لما اخده من حد تاني بيبقى بالنسبه لي مقبول، انما امام من الناس اللي هو ممكن ينساق بعد كده في تصريحات تطلعه بره تركيزه في الملعب. انا لما شخصيه هقول لك انا استقبلت الموضوع ازاي. اتفضل. انا استقبلت الموضوع بالحرف وبالكلام اللي هو قاله، يعني هو قال انا مش هرد على الشماتين لان في سيستم في الاهلي فانا متبعه. تمام. كلام زي الفل. والناس الهجاصين انا برضه هو ما قالش ناس بقى، هو قال او الهجاص انا مش هرد عليه. خلاص خناقه هتحصل، خناقه. ما هو في نقطه بس انا هقول لك على حاجه. قول. انا هنا مش بتكلم على الخناقه ولا بتكلم على اشخاص. تمام. انا هنا بتكلم على ظاهره موجوده بقى لها بعض السنين، خلاص تحت مسمى النقد، وهو ملوش اي علاقه بالنقد. تطاول وشتيمه وتجاوز وتريقه وسخريه للعيبه، والمفروض اللعيبه تبقى عامله ازاي؟ ما هو برضو انا 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 احترم جدا النقد، والمفروض انا وانت واي حد متعرض للعمل العام يتقبل النقد، بس لما يكون نقد يعني تثني عليا لما اعمل حاجه كويسه وتنتقدني لما اعمل حاجه وحشه وتفهمني ايه الغلط اللي انا عملته عشان استفيد، ده اساس النقد. لكن لما انا الاقيك عمال تتطول عليا، تتجاوز في حقي، تخوض في عرضي، تقعد تتريق عليا، تسخر مني، طب هي ده هو ده نقد؟ لا. انت او انا او اي حد بيتفرج علينا لما بيجي ينصح اخوه اخته ابوه امه، بتستقبل انت حتى نصيحه؟ هل هترضى ان هي تجيلك بشكل لا يهينك؟ لا. طب ما هو برضه ما هو يعني. فهنا بقى انا هنا متفق معاه في حته ان الشكل ده من 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 النقد يعني انا مش عايز اقرر الجمله، مش عايز اقول الشكل ده من الهجص يعني بالزبط. بس الشكل ده لازم يختفي يا جماعه، ما هو ما ينفعش برضه. تمام. احنا انت ما تعرضتش قبل كده للنقد ده؟ طبعا اتعرضت. انا اقصد ايه؟ ان احنا في المجال العام بتاعنا ولما تبقى نسمع او تبقى زي احنا ما انتقدنا امام الحلقه اللي فاتت صح كده؟ اللي هي الصور اللي جبناها هو بيلعب باستهتار. أيوه. والحلقه دي فيها حاجات هنتقده فيها برضه. بس الانتقاد للمصلحته هو. أيوه. والطريقه لمصلحته. وانت لما قلت المره اللي فاتت عليا امام ما تلعبش باستهتار، الكلام ده مش بتاع النادي الاهلي، اي حد بيتفرج هيقول لي يا امام خلي بالك الكلام ده، ولا بتحترمه وبتتكلم عليه باحترام؟ انت مش كويس. احنا عايزين نوصله في حته كويسه وهو وغيره يعني. مش بتكلم على امام بس، وبالعكس لما بيقول حاجات غلط لا يا امام انت هنا عقليتك مش كويسه، التصريح ده ملوش لازمه. هو مشكله ان انا مش عايز امام يتاخد في حته فرعيه تطلعه بره برواز اللي هو عايز يوصله. انا هدفي ايه امام في وجهه نظر؟ وجهه نظر تختار. انا بلعب 8 وعايز اوصل لحته احترف ايا كان. طموحاتك ايه؟ طموحاتك ان انت تكسر الدنيا مع النادي؟ لا، لو احسن ابقى احسن 8 في مصر. انا بشوف امام من العقليه بتاعته لو ركز في الجزء ده بس بدون فرعيات هيروح في حته تانية خالص. عشان كده انا بقول له اهو، انا كل حاجه صغيره انا كرضا كل حاجه صغيره هتعملها هقف لك عندها، هقف لك عندها عشان انا شايف فيك حاجه كويسه لازم تكمل فيها. الحاجات التانية دي هل الطرف التاني هيسكت؟ لا طبعا هيرد عليه. طب امام هيرد ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ يبقى انا لازم اقفل الباب ده وابدا اركز تاني، ادخل في المنظومه تاني وادخل اركز في ان انا في شغلي بس يا بري. شغلي ان انا
مكسبي النهارده بيرد عليه، ادائي بيرد عليه، ان انا بجيب اجوان ومكسر الدنيا بيرد عليه. صحيح. هو بيحرقه وانت بتحرقه بس بشغلك، لان احنا الموضوع بقى صعب قوي، الموضوع بقى صعب لدرجه كلنا بنتهاجم، كلنا بنتهاجم. يعني انت بتعمل تصريح نص الناس بتهاجم ونص الناس ضدك. أيوة. ونص الناس معاك، فده بقى موجود. وفي ناس بتتطول، هعمل ايه؟ الحل فيها ان انا غير ان اشتغل واعمل الصح. انا انت كلامك مظبوط، انا متفق معاك في كل اللي بتقوله مليون في الميه، بس التطول او التجاوز لما بيجي من حد، من الجمهور او حد من المتابعين او او او، في الاول وفي الاخر انت بتلتمس له العذر، انه في الاول وفي الاخر عاطفته بتحركه، ممكن يكون فاهم حاجه غلط، خلاص ماشي تمام. لكن لما حد يكون متخصص لا بس لما تقولش متخصص على لا يعني مش متخصص، لما حد محسوب على المنظومه الكرويه وفي نفس الوقت بيطل للناس على التلفزيونات او على اليوتيوب او ايا كان الشكل او الوسيط الاعلامي اللي هو بيطل بيه على الناس، الكلام ده بيبقى صعب يعني. مش تمام. يعني وبصراحه اصل بقاله فتره، انا موضوع سخنيني صراحه، بقاله فتره طويله كتير. يعني ايه لعيب كوره يلعب وحش فيلاقي الناس عماله تهين فيه ليه يعني؟ طيب ممكن اسالك سؤال؟ ايه الفرق بينك انت وبين الراجل ده اللي انت عايز تقدم حاجه هادفه وعايز تعمل منظومه اعلاميه مختلفه؟ هتتهاجم. هو بيقدم حاجه مش هينجح غير بدي، لانه يعني ما عندوش مقومات تانيه. احنا بنتكلم اهو على احمد ياسر ريان، ما بنتكلم على احمد ياسر مضيع وكره ما تضيعش. أيوة وازاي ده. بس بنقول ان احمد ياسر واحد من المهاجمين اللي واعدين جدا، وانت بتقول يا جماعه لازم نقف جنبه ولا تطولنا في حق ولا تجاوزنا في حق ولا اي حاجه. كل واحد بيدور على طريق النجاح بطريقته. انا بدور بطريقه ان انا عايز، انا ممكن ابقى مختلف، انا رضا طالع بتكلم في تحليل مثلا، انا عايز ابقى مختلف، يبقى ليش استايل معين، ممكن يبقى مقبول ممكن ابقى مرفوض مش مهم، المهم انا عندي هدف عايز اعمله. انت ممكن بقى تيجي فاتوا تقول لا انا عايز اعمل ترند بقى وعايز اكسر الدنيا وانا عايز اعمل، انا مش هدخل في الخط ده. ايوه انا صاحب القرار. ده اللي انا اقصده. انت اعلام بتقدم حاجه هادفه ليه؟ عشان انت ده ستايلك، مش هتغيره عشان توصل لحاجه معينه. بس في ناس تانية مش هتوصل غير بالهدف ده، هو هدفه لازم يبقى في جدال ولازم يبقى في خناقه ولازم يبقى في كلام دارج مش مظبوط عشان يعمل ان هو يبقى متواجد. خلي بالك لو ما عملش كده هو مش هيبقى متواجد. الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول او المجموعه اللي بتطلع تتكلم بتهاجم بطريقه او بتعمل عصبيه مع اللعيب او بيعمل خناقه على الهواء، انا بشوف خناقات على الهواء. ايوه طبعا. طيب يعني الخناقه دي معناها ايه؟ هو عايز يوصل لحته معينه، هو مش هيعرف يوصل لكده، لان لو اتكلم كلام عقلاني وهادف محدش هيبص له. مين نجم الماتش النهارده في وجهه نظرك؟ مروان عطيه طبعا، كسر الدنيا مروان الفتره اللي فاتت. لا طبعا حاجه، وخلي بالك من الماتش اللي فات من اللي قبله كان. أيوة. هو بدا يرجع لحالته. وانا في برضه لعيب عشان برضه احنا نبقى منصفين ليه، كوكا بص انا شايفه من بدري يعني. أيوة. هو بعد كاس عالم بدا الناس ترجع. لا هو من اول يوم بدا فيه هو مختلف. يا جماعه لعيب الكوره المختلف اللي هيعدي في حته معينه بيبان من بدري، بيبان من بدري ايه؟ طريقته، ستايله، ليه شكل مختلف. امام عاشور من اول ما طلع ليه شكل مختلف. كوكا ليه شكل مختلف. هتلاقي كده كل اللعيبه دي بيبقى لها شكل. بتحتاج ايه؟ بتحتاج وقت، بتحتاج ممارسه، بتحتاج احتكاك عشان يوصل في الاخر للحاجه اللي احنا بنحلم بيها او 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 اللي احنا نتمناه. ان احنا بس بنبقى مستعجلين وشايفينه لا ده لسه قدامه كتير. لا مفيش حد قدامه كتير. كل اللعيبه حتى لو سنه صغير محتاج يلعب عشان ياخد خبرات، عشان يغلط، عشان يصلح. ايوه. فكل ما هتديله بدري كل ما هيمشي معاك بدري. انت بتديله امتى؟ 24. هياخد كام سنتين على ما يسمع؟ يبقى 26 لعيب هايل. 26 سنه. طب ما تديله 16، تديله 17. لما ياخد 16 17 سمع معاك كام؟ 18 19. مظبوط. سن معاك من المناسب. ده اللي انا اقصده. حتى لو مش هيسمع معاك طلعه بره اعاره. ايوه. وانا من الناس اللي كنت مهتم جدا ان هي تطلع اعاره مصطفى شوبير. ده وجهه نظري. يعني انا كنت في الجونه، كنت باخده من سنتين الجون. ايوه. انا بشوفه جون كويس جدا، جون مميز. محتاج ايه؟ احتكاك دايما. هو هتتعلم منين؟ لو انت ما احتكتش مش هتعلم. طب هغلط واصلح واشتغل. هو برضه انت عرفت لفت نظري لحاجه برضه مهمه جدا دلوقتي برضه. سبحان الله برضو يعني هو قدر ربنا كله خير. بس مثلا احمد ياسر ريان الكره اللي ضيعها خطا غريب تمام، بس فريقه ما كسبتش، فطبعا ممكن يبقى طب لو انا كنت جبت الجول ده كان فريقي كسبت. هو ده مصطفى شوبير برضو خطا غريب بس الحمد لله بالنسبه له ان فريقه كسبت طبعا. فطبعا ده شيء خلص خلى الناس تنسى الخطا طبعًا. فدي برضو نقطه برضو بتفرق جدا طبعًا. عشان يعني برضو يعني دي نقطه تفرق بالنسبه لاحمد ياسر ريان جدا بصراحه، لان هو هتلاقيه دلوقتي اذا كان مصطفى شوبير طلع بعد الماتش وبعد ما فرقته كسبت وطلع بيأنب في نفسه، بالك بقى احمد ياسر ريان عامل ازاي؟ ايوه بالظبط. مصطفى شوبير عنده الميزه دي.
ان هو بيأنب قوي وياخد باله قوي. بس اللي عجبني رد الفعل اللي بعد الهدف. أيوه. اللعيبه وانا عايز اقول حاجه، انا عجبني رد فعله هو. اه بالظبط يعني هو بعد ما غلط ما دلدل يعني فاهم، راح قايم على طول وفاهم يعني. الميزه الثانيه ده اللي احنا بنقول عليه، الحاجات اللي هي داخليا في اوضه اللبس اللي احنا ما حدش بيشوفها. هو بيعمل حاجه حلوه قوي. ما فيش لعيب في نادي الاهلي ما بيحبش مصطفى سمير. أيوه. ما بيحبك يعني، كلهم متعاطفين معاه جدا. كلهم عايزينه يبقى احسن حاجه وعايزين يشارك. هو عامل حاله في وسط الفرقه مميزه، فانا بشوف ان دي بتفيدك حتى في الملعب اللي تلاقي الناس كلها بتوقف معاك. ودي مميزات النادي الاهلي يعني، دي من مميزات النادي الاهلي. فالامور بالنسبه لنا ان شاء الله تعرف ان احنا معاك. بس بص على الصور اللي هتعرض لك دلوقتي. يلا بينا. طيب. بس دي الجول واقف يا جماعه، انتوا بتجملوه على فكره. عايزين اللي بعدها تجمل او ماشي. نونيز او دارو نونيز من فاضي في العرض. احسن دوري في العالم. ايوه. ومن احسن راس حربه في العالم، الراس حربه في العالم. بتحصل. دي اللي كنت اجيبها الاسبوع الجاي جبنا لك. بص شفت على طول. انت على طول. احنا بنقول ده ليه يا جماعه؟ لان ده اللي احنا، انا يهمني ان اللعيبه كلها تبقى احسن حاجه. وفكره التحليل او فكره اللي انا بقوله هنا صحيح. انا مش عايز انتقدك قد ما عايز اقول لك ما تعملش دي. صحيح. لو ما عملتش دي وعملت دي هتفرق معاك في شكلك. والنادي الاهلي اتغير ليه الفتره اللي فاتت؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ لان النادي الاهلي بدا يلعب على الارض وبدا يضيق مساحاته وبدا يشتغل في النادي الاهلي بقى افضل. لما تبدا ترجع تاني تلعب من عند رامي ربيعه على طويل، مش شكلك ولا منظرك، مش الاهلي. فلازم يبقى انت عارف شخصيتك وتلعب بيها. صحيح. الحاجات الصغيره دي بتفرق مع اللعيبه وبتفرق مع الفرقه كلها. الاختيارات او القرارات الصحيحه في الملعب بتفرق معاك شكلا وموضوعا يعني. مكملين مع كابتن رضا حتى بعد الفاصل، خليكم معانا. الاهلي كسب ازاي النهارده؟ يعني ايه ابرز اللقطات الفنيه اللي توضح لنا ازاي الاهلي تفوق على مودرن فيوتشر؟ بص، الاهلي منضبط تكتيكيا بقاله فتره طويله، دفاعيا وتنظيميا. ولما نقول احنا ليه قلنا مروان النهارده كان مميز، او ليه مروان كان لعيب مهم في النادي الاهلي؟ لان هو بيلم بقى المشاكل كلها في نص الملعب. لو مروان مش كويس او دايما سته مش كويس، يعمل لك ازمه في نص الملعب ويعمل لك مشاكل كتيره جدا. فعندنا حالات كتيرة جدا النهاردة، شكل الأهلي الدفاعي، شكل الهجومي، الهجمات، الفرص، الحاجات اللي في حاجات، بعض الحاجات سلبية طبعا هنتكلم فيها برضو، ولكن بنتكلم على التنظيم وعلى الشكل هجوميا ودفاعيا. النهاردة أهم من اللي احنا هنتكلم فيه لقطة إن إمام كان بيلعب ناحية اليمين النهاردة. ليه لعب ناحية اليمين؟ وجهة نظري أنا، معرفش طبعا التفاصيل وهو كان بيفكر في إيه، ولكن اللقاء اللي قبل كده إمام كان بيلعب ناحية الشمال، والهدف اللي جابه ناحية الشمال، فكان التركيز كله في الاتجاه ده عند معلول في الجنب اللي هو اللي فوق هناك. راح هو عامل الماتش ده، راح جايب امام فين؟ ناحيه اليمين طول الوقت. هنا بقينا بيهاجم من ناحيه اليمين، حتى الشوط الاولاني غالبا امام دايما اغلب شغله كله من ناحيه الشمال، وافضل ليه شمال. يعني اما يروح ناحيه الشمال بيبقى اخطر. ولكن في اللقاء ده هتلاقيه الشوط الاولاني كامل هنا ناحيه اليمين. تقريبا فرصه او تحرك لا مركزيه عملوها مع بيرسيتا ومع كهربا، دي الكره الوحيده، ولكن طول الوقت هو بيلعب ناحيه اليمين. ليه برضه بيلعب ناحيه اليمين؟ لان جوناثان هنا مميز جدا هجوميا، دفاعيا مش افضل حاجه. فبرضه يترمي فين؟ في ظهره. الحاجات دي انا اتوقع ان هو يعني كانت مدروسه وكانت محسوب نعمل له حساب كويس قوي. فبالشكل يعني او اول كره عندنا هنا، بص المسافه هنا، بص 3 على 2 ضامنين وسايبين المساحه في ظهرهم. جوناثان فين؟ اللي عليه الدايره هنا. هو عنده مشاكل دفاعيه، عنده مشاكل دفاعيه كتير، فتلاقي دايما المساحه في نص الملعب. الربط هنا دايما كان طول الشوط الاولاني الربط بين امام وبرستاو كتير جدا طول الوقت عنده، ولكن برستاو اختار برضو قرار صعب. انا دايما بقول لازم تستنى الفرقه تطلع عشان يبقى عندك عدد كافي ان انت تفنش بشكل كويس، ولكن شوطها ضعيفه في ايد الحارس، فما ما كانتش فرصه خاطر قوي. اللي بعدها مروان، زي ما احنا بنتكلم مروان مميز قوي في الكور القطريه دي، هو وهاني على فكره. بالظبط. ثانيه واحده بص امام فين؟ ايوه. طول الوقت امام فين؟ شغال على خط. على خط. سايب نص الملعب، لان انا بقيت عندي، انا بلعب انا الاهلي شكله ثانيه واحده بيلعب 2 6 كوكا ومين؟ ومروان دايما هم اللي ثابتين، وامام عنده حريه شويه، بس كانت الحريه دايما ناحيه اليمين، فكان عامل لك خطوره. دايما هتلاقي الثلاثه ده هاني
وبرستاو وامام عاملين مشاكل، والشوط الاولاني غالبا كله فين؟ ناحيه من ناحيه اليمين. فكان الاهلي مركز هنا بشكل كويس، حتى الهدف اللي جه بعد كده جه برده من هنا. اللعيبه فيوتشر كلهم موجودين، ولكن برده الثلاثه في الاهلي واقفين، مفيش مراقبه يعني بمعنى اصح للعيبه هنا. الكرة دي على فكرة، الكرة دي على فكرة لو كان جا جول من كهربا كان هيبقى واحد من الاجوال حلوة قوي 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 قوي. بس يعني هي فيها مشكلة. ثانية واحدة، لو كهربا اشول هتروح زي ما انت عايز. أيوه. ليه؟ اتجاه الكرة هنا، فلما بتبقى كده انت رايح لها. مظبوط. لو العكس الناحية التانية هتبقى عايز تبقى يعني التفاصيل بقى اللي هي الحاجات دي بتاعت هو هنا لو بيلعب بشماله هتروح كويس قوي، لكن هي الجمله كلها هنا المفروض لو بيمينه توديها هناك مش كده. في الزاويه هي عايزه من هنا فتروح في اتجاه رجله. انما هنا هتبقى صعب قوي. كمان خلي بالك الباكورد بيفرق في ايه؟ لو رجلي ثابته وطالع بواحده بس مش هتروح بقوه ابدا. عشان تروح بقوه لازم الاثنين في الهواء. صحيح. وتعملها كده. صحيح. بتضربها يعني. مظبوط. تفرق في الاثنين بتفرق. هنا ما راحتش اقوى حاجه، ولكن الجمله كانت كويسه. انا بقول لك المساحات الضيقه بتاعه النادي الاهلي كانت مميزه جدا النهارده. خدت بالي من حاجه، ان حسين الشحات كان رتم اداؤه النهارده اسرع في الشوط الاولاني. ايوه بالظبط. يعني ما بقفش على الكوره كتير. بالظبط. ما مش عايز يرقص على طول، دايما كان بيبقى واحده يعني رتم لعبه اسرع بكتير النهارده. شويه بس دخل في واحده هو طبيعه. ايوه. يعني انت عارف انت طبيعتك غصب عنك بتجبرك ان انت تعمل حاجه انا متعود عليها، ولكن في المجمل لا كان مميز جدا النهارده، من الناس اللي فرقت جدا مع النادي الاهلي في الشكل المباراه يعني. أيوه. شكل الاهلي دفاعيا يلا بينا. 2-4-6 في نص الملعب. ايوه. ده وقت الاهلي بقى بيضغط فين؟ في التلت اللي فوق عشان ما يديش مساحات، ما تطلعليش وتضايقني فوق فبدات اضغط. بص هنا اتنين بيضغطوا على اتنين، واحد مع واحد، واحد مع واحد، واحد مع واحد، واحد مأمن هناك. فاحنا ما عندكش حلول، كمل. بص واحد هنا، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، بنضغط فين؟ ايوه. بص نهايه الهجمه. ما عندوش حلول. عشان انت عامل ضغط ضغط عالي. فانت مش عامل له، مش هيعرف يتصرف. عنده عنده مشاكل كتيره جدا ان هو يقدر يطلع بالكره من تحت. أيوه. في الحته الهجوميه. دي برضو كره تانيه تحضير الاهلي. الاثنين هاني. بص هاني بقى فين وامام فين. ايوه. لا مركزيه في الجزء ده، سواء سواء هاني انت هاني اللي داخل جوه. بالظبط كده. هاني بيدخل جوه وامام بياخد وبرستاو بيلعب. أيه. في الحته اللي فوق. هاني على فكره مميز قوي في الكره دي، خلي بالك بس. نرجع بس تاني. معلش. هاني مميز جدا الفتره. هاني ممكن ما يبقاش لعيب جماهيري. ايوه. انما لعيب تكتيكي عالي جدا. زي ما احنا بنيجي نتكلم بوقت كتير بتنتقد النني. ايوه. ولكن هو لعيب تكتيكيا. لا ما يعني ما فيش مدرب يقدر يستغنى عن فكره في الملعب. وهاني في الفتره الاخيره نموذج. بص المنظر. هو هنا داخل كانه هو في نص الملعب. كان هو مكان امام. بص في امام جاي فاضي. ثانيه واحده لو بصيت هنا. ارجع بقى ثانيه، ارجع بس خطوه اوريك حاجه بسرعه. كمان 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 خطوه، كمان خطوه. بس بص راس الحربه هنا ابراهيم. بص سرد باكات فين. ايوه. تعرف المسافه دي قد ايه؟ لا يمكن تكون مساحه ضغط ولا مسافه تقدر تقطع منها الكوره. هتتضرب، هتتضرب في اي وقت. ايوه. وده اللي حصل. كمل. بص واحد على واحد هناك. حط واحده، لمسه واحده. ايوه. واحد على واحد. هيعمل لك مشكله. ده اللي الاهلي بيشتغل. أيوه. عليه معظم الوقت، ان انت يخلق لك مساحه واحد على واحد. ضغط امام هنا. ثانيه واحده، عشان هنا دي لقطه مهمه جدا. امام تقريبا 60-70% هو بيلعب راس حربه تاني. امال ايه اللي مش عاجبك في امام النهارده؟ كنت بتقول لا دي لقطه. لقطه كده. انا عايز انا دايما اللعيب اللي بيبقى عاجبني او انا بشوفه حاجه كبيره، اللقطه الصغيره بالنسبه لي كبيره. فدايما هتلاقيني بنتقده. هو كمان من المنصوره عندنا، فانا مش هسيبه يعني. انا بشوفه لعيب مهم. فلازم الحاجات الصغيره بقى اللي انت بتعملها بيجي لك وقت النشوه بقى. ايوه. الكعب بقى والحاجات. لو بطلها وبدا ما بتشوفهاش بره، بتلاقي دايما مركزين شغل شغل شغل. فانا عايز يوصل الحته دي تفرق معاه كتير قوي. بيطلع دايما من نص الملعب يكمل ضغط فوق عشان ما يقدروش يحضروا. في شكل الاهلي 4-4-2 في حالات كتيره جدا. تلاقي امام حتى الشوط الثاني هتلاقي طول الوقت هو سايب وطالع، سايب وطالع. وعندك اتنين اصلا موجودين ثابتين، ما عندكش مشكله في ان الاثنين تكتيكيا برضو. مروان وكوكا نموذج في حته الضغط وحته الترحيل وحته الكره السهله، فمش عامل لك مشاكل كتير. انما لو انت عندك لعيب
بشوف ان ديانج مثلا ممكن ما يبقاش تكتيكيا اعلى حاجه، فتلاقي امام دايما جنب ديانج مش احسن حاجه، هتلاقي دايما نص الملعب تحسه فاضي او تحس في مشاكل. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا. ست جوال، الست جوال دول تقدر تقول ان هي مهارة اكتر من المهاجمين ولا اخطاء من حراسة المرمى المدافعين واخطاء ساذجة؟ فيها اخطاء ساذجة بس يعني انا كاهلاوي اتضايقت صراحة. يعني كنت حابب اللقاء يخلص 2-0. أيوة. كنا عاملين ماتش كويس قوي. اتكلم في 10 دقايق ربع ساعة الدنيا اتقلبت بدون داعي، بعد كده دوسنا تاني فمجهود زيادة كنت احب يخلص بصراحة 2. أيوة. ولكن الاهداف برضو حلوة وفيها شغل كتير وممكن نتكلم عليه يلا بينا. برؤية أفضل. يلا بينا يلا بينا. ده الجول الأولاني من بدايته بقى، من بدايته لا ده احنا هنا كان 1-0 الأهلي. لا يا جماعة احنا عايزين الجوال بعد إذنكم. خلاص احنا ده برضو شكل من الأشكال الأهلي هم يعني الحاجات اللي احنا كنا محضرينها برضو اللي هم كانوا ازاي برضو بيلعبوا. بص هتلاقي مروان دايما برضو ساقط. مروان من اللعيبة على فكرة اللي تحسه عنده مرونة يلعب باي شكل ورسم تكتيكي في نص الملعب. خلي بالك يعني انت في وقت من الاوقات كان بيلعب 8 بيضغط ما انا بقول لك هو ما عندوش هتلعبه مشكلة. تاني في نص الملعب ماشي، هتلعبه لوحده في نص الملعب ماشي، هتلعبه 6 ماشي، 8 ماشي، ما كانش عنده مشكله خالص. اللي بعديها يا جماعه يلا بينا. بص الشكل. طب انت مع الانتقادات اللي توجهت لكولر النهارده، بص امام فين قبل ما راس حرب. كمل بقى. مع الانتقادات اللي وجهت لكولر النهارده انه انه يعني التغييرات يعني وتوقيت التغييرات بتاعته ما كانش موافق. لا يعني كان موافق. انا مش بشوفها على مدير فني خالص. انا بشوفها لعيبه اكتر اللي نزل ما قدرش يأدي. لا مش اللي نزل، الاهتمام ما بقاش زي الـ خلاص انت حسيت الماتش بتاعك وخلاص وخلص. وبرده هنلف لفتنا ومدير الفني اللي بيشيل كل حاجه. يا جماعه 2-0 ماتش خلصان، انقل الكره على الارض، فرقه مستسلمه تماما لحد ما انت قلت لها اتفضلي هات جون. طب ده مدير فني ايه علاقته بالموضوع؟ حتى لو تغييرات ما اللعيبه اللي نازله لعيبه مهمه ولعيبه مؤثره برده. ولكن احنا دايما نروح مشايلين مدير الفني الشيله كلها. طب نشوف اول هدف يا جماعه، لو استعرضنا الاهداف مع بعض ونشوف اول جول. ده اول جول، جول كهربا. ثانيه واحده عشان الجون ده مهم جدا. ايوه بس في ناس بدات تربطه بالفرصه اللي ضاعت في ماتش في كاس العالم. ايوه اللي بدماغه اللي كان الجون يعني حارس المرمى وهو بدماغه. الجون ده اصعب بكتير. لومينينسي. ليه اصعب بكتير؟ بص وضع الجري بتاع كهربا، بص جسمه والجري والخناقه اللي بتحصل. كمل. بص ياخد عكس لورا وبيلف وبيلعب صعبه جدا. وخناقه بقى وحد بيشده، ولكن هحط دايما هتكلم. بص الخناقه دي كملها للاخر. بص الشد ده. بص انا هجيبها. بص انا ماليش دعوه. وبيلف جسمه بيلف جسمه كامل عشان يحط انا هجيب جول. دي تعتبر يعني اصرار وانا هجيب هدف. وهنا تحمل جنش قد ايه من الجول ده؟ لا جول كامل. جول كامل. طبعا لان بص ايديه لا يمكن. هو كان طالع يمين. بص هو انا حسيته، بص الشمال طلع تمسك واليمين طلع بوكس، فاهم؟ هو ما يعني بص يعني انت مش عارف هو طلع بوكس ولا يمسك ولا ايه. هو مش هو حاسس ان هو الكوره انا الوحيد اللي يعني انا اللي بس انا هقول لك حاجه، لا يمكن انا بايديا وهو بدماغه وانا اقصر. يبقى هو اعلى من دماغ، اعلى من ايديا. صعبه جدا. مع ان كمان انت عندك طول يعني. مزبوط. انت هي تقديرها كان غلط، وبدايه التيك اوف اللي بنقول عليه بحارس المرمى كان غلط فحصل الهدف يعني. ولكن انا بحيي كهربا على الهدف يعني. ان الاصرار فيه كان هايل يعني. ده الجون الثاني. ده بص كهربا بقى فين. ده احنا بنتكلم اللي مركزيه اللي هم اللي الاهلي بيشتغل عليها طول الوقت. هو بيعمل خلل في الفرقه بسبب التحرك. شالها هنا حلوه قوي قوي حسين الشحات. شالها حلوه قوي. منطقي بالنسبه لنا حسين الشحات يعمل كده. يعني انت ما يبقى لاعب ميسي لما يرقص. ما هو اللي مش منطقي بالنسبه لي كهربا. لمسه واحده. لان احنا مش متعودين عليها. ايوه بالظبط كده. يعني انت انا اقصد ايه؟ ثانيه واحده يا جماعه، انا اقصد ان انت لما تطلع حاجه حلوه من حد مهاري طبيعي. انما كهربا لمسه واحده دي اللي بالنسبه لي مفاجاه. صحيح. طبعا هيستلم ويبدا يفكر. صحيح. ولكن لمسه واحده خلت القصه كلها كويسه. كمل. وحسين كمان. بص انا مكمل الفينش بتاعه. الفينش بتاعه خلص
يعني رسم التابلو وكمل التابلو حلو. حسين الشحات مميز مميز في الحاجات دي وبيعمل حاجات مش منطقيه يعني زي ما بيقولوا. هنا اهم حاجه في الهدف ده ايوه مودست. هنا لو رجعت تاني الكره هي بتعمل هناك كان وضع جسمه عامل ازاي؟ ارجع ايوه هنا اول ما يعمل الاوفر هنا ثانيه واحده جسمه عامل ازاي؟ طيب لما هتترد وتيجي هنا بص ايوه وهو بقى في ظهر المدافع هنا طب بص الثانيه كمل ركز معايا هنا بدا يعدل جسمه وياخد في ظهر المدافع برضه أيوه. ليه في ظهر ثانيه واحده يا جماعه ليه في ظهر المدافع؟ ما ينفعش يبقى يعني ما يبقاش المدافع شايفه هو أيوه. بيحاول يبقى بين الاثنين مين اللي يمسك؟ محدش عارف. بص كام لعيب فيوتشر واقفين مفيش حد ماسك حد وترجع بس بصراحه بقى وترجع علي بقى معلول مديها له دواء يعني مديها له دواء ده بقى بيعمل ايه؟ بص جنيش عايز يعمل ايه؟ انا هطلع عايز يطلع يمسك بس مش مع معلول يعني تطلع تاخد بس مش كرة مع معلول بتلف لبره فمش هتعرف تطلع انت ده لا كل. معلول بيحطها بايده ايوه يعني بص الكره فين لا طبعا لا طبعا طبعا بس احنا دايما الافضل في يعني الناس تبقى فاهمه الافضل في الكره دي تبقى في الزاويه العكسيه أيوة. مش في نفس مش في الزاويه دي تبقى في الزاويه الثانيه عكس ده متعب ده متعب ده كلنا خلي بالك مقتنعين بها جدا لان حارس المرمى بيتحرك العكس فانت تبقى عكس تبقى احسن ولكن هدف بالنسبه لنا حاجه تانية. بص الراجل هنا طالع مفيش معاه مين بني ادم مفيش معاه حارس مرمى خالص بص الاربعه واقفين صح ولكن تاني طب هنا المفروض اللي يبقى طالع معاه الديفندر ولا السيرد باك يطلع لغايه الحته دي ارجع بقى شويه ارجع بقى شويه هو مش لو طلع لغايه الحته دي هيسيب الحته لا هو بص هو بين اتنين لازم واحد من الاثنين مش الراجل اللي هنا مش هينفع يروح معاه ثانيه واحده عشان الجناح عشان هنا واحد واقف فالطبيعي ان الثاني اللي يعمل ايه يطلع معاه والثاني يبمل مساحه تحت المثلث يبقى لتحت بس مش لو ده حصل وحصل ترحيل يعني ده لو انت قصدك ان اللي يروح معاه ده بالظبط طيب ما هو ده لو راح معاه كده والتاني رحل وده رحل مش هيبقى اللي هناك ده فاضي خالص ما يرحلش بقى اللي هناك هو التاني بس هياخد خطوتين لتحت خطوتين ما يميلش عليا هنا هو ده هيعمل ايه هيطلع معايا ياخد الكوره والتاني ياخد خطوتين تحت ويبقى مستني لو الكوره اتلمست يبقى ياخدها ايوه ادي اول مشكله حصلت الراجل لما طلع لعب كمل ما عندوش مشكله خالص ان هو يعمل ايه يوجه ويلعب عادي مفهوم جوناثان اللي انا قلت لك عليها المشكله الدفاعيه ايوه بص هتعامل الكوره دي ازاي ثانيه واحده حط بالراجل في وشك واعمل ايه يا اما يحط الجول يا اما يعمل عايز تطفش هتطفش في الاول حط اسهل حاجه في الكوره دي حط الجول واخد انا فين على طرف هو عمال يبص بيفكر بص دي فطبعا ضغط عليه خلاص لا ده اهم مميزات كريم فؤاد بالظبط الضغط السريع على فكره كريم فؤاد عالمي يعني ربنا يمسيه بالخير ويشفيه يا رب ويعافيه مؤمن زكريا ايوه إيه كريم فؤاد الوحيد شبيه اللي بيديني الاحساس بتاع مؤمن زكريا اللي هو بيفرج جوه ال 18 وبيعرف ازاي يختار التوقيت اللي يخش كمهاجم تاني ومن اجمد الاجنحه الرجليه حلوه على الجول وكمان المجهود بص يا ابراهيم كل ما هتعمل مجهود وتدوس على نفسك هيجي لك التوفيق صحيح الحاجات اللي زي دي صحيح ما بتجيش غير كده وهو من الناس المميزه جدا فيها نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا بنحب نحترم دماغ وعقول حضراتكم فمش جول هيخليك تغير قناعاتك وتغير حكمك بنسبة 180 درجة وفي نفس الوقت لو انت ماشي كويس وقدمت لقاء سيء مش معناها برضو ان انت هتغير قناعاتك وحكمك بنسبة 180 درجة طب التقديمة دي ليه؟ عشان مودست من ساعة لما جه الاهلي ماشي بشكل يعني في منتهى السوء بس جاب جول النهاردة كسب الاهلي بطولة يا كابتن رضا تقييمك لمودست ايه خاصة بعد تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي اللي لسه خلصان بيقول او بيدافع عن مودست جدا بيقول ان هو سيء الحظ وبعد ما كان ابتدى يجيب فورمته جاله كورونا وبعد كده طرد ظالم وان ما حدش بلغه في مجلس الاداره ان مودست يمشي يعني انا مش عارف اساله هو ولا اسالك انت اسالني انا اسالك انت اسالني انا فورمه ايه ما انا مش عارف احنا قاعدين مع الناس بنتكلم كاننا قاعدين يعني ايه مع بعض انا مش عارف الفورمه اللي هو جابها او امتى لازم الكلام يبقى مقنع هو ما وصلش فورمه في الاهلي أيه. عشان بس نبقى متفقين في كل الماتشات ولكن الحسنه في اللقاء ان اولا جاب بطوله النادي الاهلي أي. الهدف أي. تاني حاجه ان هو نفسيا
الناس هتهدى بصراحه بعد ما جاب الجول. ايوه بالظبط. بص الريمه بقى بيرقص بيعمل كو... لا بيبتدي يدافع ويروح يمين خلاص نفسه فاهم اتفتحت. فكلنا كاهلاويه نفسنا يعني وانا نفسي يبقى وحش انا نفسي يبقى احسن راس حربه في العالم انا اتمنى. أيوة. ولكن احنا بنتكلم على الحاجات اللي احنا شايفينها. اولا ما كانش واصل فورمه خالص ما وصلش الحاله دي نهائيا مع النادي الاهلي. ولكن الهدف دي الهدف ده عنده ميزتين. الميزه الاولانيه خدت بيه بطوله. الميزه الثانيه ان هو نفسيا هيهدى والناس هتهدى عليه شويه فيبدا يشتغل باريحيه شويه. ولكن انا بقول له من دلوقتي اللي جاي اصعب بالظبط. انا لسه ما انا لسه كنت بتكلم في كده. اللي جاي أصعب بكتير. لو ضيعت فرصه بص انتقادات رهيبه. جبت جون النادي هو ده النادي الاهلي. الناس دايما تقول لك انتوا بتطلعوا لعيبه الاهلي السما. طبعا ما طلعش بس لما بيغلط انا بفرم. أيوه. فلازم تبقى عارف انت عندك الاثنين يا اما هطلعك السما يبقى لازم تركز ولازم اللي جاي انت لازم الماتش اللي جاي لازم يجيب جول. يعني ممكن. الهدف بتاع النهارده ده ما يخليكش نعم تغير قناعاتك في مودس. لا لسه لا لا لا, لا لسه 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 ما حسيتش ان انا عندي راس حربه هو بتاع النادي الاهلي. أيوه. لسه مش حاسه. ولكن الهدف معنوي كسبني بطوله هيفيده هو في اللي جاي لازم يستغلها ولازم يدوس بقى عشان المكنه تطلع قماش زي ما بيقولوا. كابتن رضا نورت الدنيا حبيبي يا هيما ربنا. كل سنه وانت طيب وبخير. طيب يا حبيبي. سنه سعيده وجميله عليك. يا رب علينا وعليك يا حبيبي ان شاء الله. النهارده اخر حلقات برنامج الهدف في 2023. اول حلقاتنا ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي هيكون 2/21/24. ربنا يا رب يجعلها سنه خير وبركه وصحه وستر وعفو وعافيه على حضراتكم جميعا ويرزقكم فيها فوق ما تتمنوا. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة وخير.